السلام عليكم. يسعد منتخب مغربي بملاقات المنتخب المالاوي برسم دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وتأهل المنتخب الوطني المغربي لدور الثمن بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما تواصل المنتخب المالاوي لدور الثمن بعدما احتل المرتبة الثالثة في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. مباراة المغرب والمالاوي ستجرى يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري في الأوقات التالية: 7 بتوقيت غرينيتش، 8 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر والسودان، 10 بتوقيت المكة المكرمة. المباراة ستقام على أرضية ملعب أحمد أهيتجو في العاصمة الكاميرونية بمدينة يوندي. وفيما يلي أهم قنوات الناقلة للمباراة: قناة بين سبور ماكس وحد العربية، قناة سبور ديجيتال الألمانية، قناة رينك البلغارية، والقنوات المغربية الأرضية، قناة وحيد إرتي الإيوارية، وقناة جي تي بي الغانية، وقنوات أورتي إم المالية.